ايوه احلى بقى شاي زردة احمر واخضر، ده البراد الاحمر وده الاخضر، ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا موجودين في هنا فرح طبعا ابن شاب ما شاء الله ممتاز. هنوريكم بس الاجواء عامله ازاي يعني. لا لا خدنا التليفون خلاص. وانا خالد بوز ما شاء الله تبارك الله. طبعا معانا هنا استاذ حموده ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعه دي اجواء الافراح هنا تبع يعني قبائل مطروح، حاجه ما شاء الله حبينا بس نقولها لكم. طبعا مش هنصور كتير بس عشان بس ايه يعني ما نبقاش برضه نتعدى الفصل عادي يعني حبينا بس نوضح لكم ايه، بس حبينا نوضح لكم بس الصوره والاجواء ايه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. يا اهلا بك يا ريس. والله احنا تشرفنا باللقاء. لينا الشرف والله. مرحبا بكم. والله اهلا بك. اولا الله يبارك. احنا موجودين النهارده منطقه ابو لهو. منطقه ابو لهو. منطقه ابو لهو البحري على بعد 10 كيلو من شاطئ عجيبه الهام على الساحل، امتداد الساحل الغربي لمرسى مطروح. المكان قبيله الكناشات ابو لهو البحري، فرح اولاد الحاج سعيد علي صالح. اهلا بك يا ريس. عقبالكم ان شاء الله، عقبال اللي يسمع كله ان شاء الله. بس يعني ايه نحضر الفرح النهارده ونصور لهم من الناس ونعرفهم يعني طبيعه افراح مطروح وطبيعه الطبيعه البدويه هنا في الافراح. والله لنا الشرف، ومطروح في غنى عن التعريف في الكرياتها وطقوسها وعاداتها وتقاليدها، لا تخفى عن اي سماء، نجم ساطع في كل الدنيا. الله يبارك لك. على قد انت يعني خليتنا نحضر لاول مره من ضمن يعني ايه من يعني احنا موجودين في مطروح كتير بس اول مره نحضر الفرح. يا اهلا بيك. لو الفرح دوت يعتبر بالشكل التقليدي البدوي العائلات المحافظه، يعني خلاف افراح المدن بيبقى فيها البهرجه والحفلات والموسيقى والكلام ده كله، الكلام ده مرفوض بشكل قاطعي في وسط القبائل وفي العزب هنا. عاجبني ان الموضوع هادي وجميل. بالظبط بالظبط. تواد وتراحم وردود اسلاف، يعني الافراح بتقوم على كده، يعني بتبقى افراح جماعيه بينظموها الاهل والاقارب مع بعضهم، ثلاث عرسان اربع عرسان كده بدفعه واحده. ومع بعضهم. بالظبط. في يوم واحد. بيجمعوا لهم شباب نهايه كل موسم، مثلا موسم التين او موسم الشهير. وعادة الأكثرية بتبقى في الأفراح، فرح في العيد الكبير بالذات، عيد الفطر، العيد الأضحى المبارك. فرح الأيوم النهارده ده كأيوم يعني لا يوم هو وجبة غدا، نهاية الفرح بيبقى وجبة غدا. بعد الغدا على طول بيتحرك العريس، يروح يجيب العرسان، بيجيبوا العرايس بعد زف على الصوان والشادر هنا. وبعد كده بيعلاش الزوجيه بقى ويقابلوا حياتهم الطبيعيه بقى، ربنا معاهم. احنا عندنا في القاهره في زي حنه وزي مش عارف كده. الموضوع ده احنا سايبينه طبعا للحريم. الكتاب والكلام ده، لكن انتوا عندكم الرجاله بتحضر يوم الفرح كده بس، ولا في ايام ثانيه؟ الرجال المقربين بيبقوا متواجدين بطول يعني قبل الفرح بشهر كمان. جمع الناس. بتتجمع حبه في حبه، اللي بيقوم بدور منوط بيه من قلب المؤن او دعوه الناس او الكلام ده. ضيف الى ذلك بعد كده بقى تهيئه العريس، مجموعه للنصح ومجموعه للارشاد ومجموعه للتوجيه. المقربين من العريس بالنسبه للشباب الصغير. بالظبط بالظبط كده، بيبقى الموضوع واخد فالورا بشكل كامل، ركن اجتماعي وثقافي ومعنوي بالنسبه للعريس. بعد الفرح طبعا ثاني يوم في حاجه اسمها الصباحيه بتتعمل، العريس بياخد يجيب العروسه البيت عنده بيت العيله، بيبقى المعازيم مستنيين اللي هم المعازيم قرايبه خالاته وعماته المقربين من الدرجه الاولى. وبالتالي بيعملوا الصباحيه ويقعدوا وجبه غدا بعديها، ويتحرك بقى العصر كده تاني يرجع للعش الزوجيه بتاعته. بعديها بست ايام بعد الفرح بست ايام في حاجه اسمها الزوره، اللي هي التعرف العريس على اهل العروسه. بيتحرك بقى بحموله عربيه نص نقل مثلا فيها الزاد والمؤن والذبيح، بيطلع على اهل العريس، يكونوا متجمعين هناك اهل العروس سوري،
كلهم متجمعين هناك للتعارف مع العريس واخواته والناس دي. وكده بقى الفرح يكون شطب بقى بعد السادس يوم. ما شاء الله. طول الفترة دي بقى قريب العريس طبعا في البيت في طوائف في يعني زي ما بيقول بواقي الفرحة بقى يعني بشكل تاني حنة وطبل. ما شاء الله التجمع بشكل يعتبر يعني كامل من الكبير للصغير هنا. بالظبط كده بالظبط كده بالظبط كده. ما شاء الله دي أبواب طبعا معانين هنا معانين جيران أخويا طبعا حاضر معانا. وطبعا أنا حابب أشكر الأستاذ حمودة على أشكر ذوقك يا سيدي على راسي والله. الحاجة الجميلة دي لأول مرة نحضرها على راسي والله نورت الدنيا والله. انت انا اول مره احضر ابو عشان حاضر بصراحه ماشي يا حبيبي. ان شاء الله يعني يلا عقبال عندكم المسرات ان شاء الله عقبالك ثاني وثالث ورابع والله خلاص كده كفايه معايا محمد فريده حلوه قوي ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الف مبروك يا استاذ الله. ايوه لما تيجي تقرب الضغط من هنا افصل الكاميرا عشان الكادر كده ماشي. ألف مبروك الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك الله يرحمك. عادي بص انت ممكن تشام هناك وتجيب وش الفحم. اه جيب اه تخش علي ما شاء الله تبارك الله. صواني الاكل بقى ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله تبارك الله. تسلم ايدك ما شاء الله تبارك الله. يا جماعه بعد ما حضرنا الفرح وخلاص بقى وتغدينا ما شاء الله لحمه سمحه وشويه شاي زرده من الاخر اخضر واحمر. طبعا ما كناش عارفين نصور لكم جوه كتير علشان يعني برده ما نبقاش ملفتين نظر الدنيا يعني برده مش كده وحتى دلوقتي احنا مش ملفتين نظر يلا نجري يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد يلا نجري يلا نجري على السلامه.